اهلا بيكم في ماتش جديد من ايكول تشالنج 21 هورجادا ايجيبت كاتيجوري كوسبيس اقل من 12 سنه، كوسبيس ريسكي اقل من 12 سنه. واحنا عارفين اكيد ان الايكول تشالنج دي مسابقه دوليه لبرمجه الروبوتات لطلاب المدارس والجامعات، بنبرمج فيها روبوتات بلغه البرمجه عشان ينفذوا تاسكات معينه. احنا اكيد عارفين ان الماتش ده مهم جدا وسخن جدا لانه ماتش الفاينل، الماتش على المركز الاول والثاني في كاتيجوري كوسبيس ريسكيو اقل من 12 سنه ما بين اي سي اي 3020 اللي هي عاليه على الروبوت الازرق، واي سي اي 3018 اللي هو احمد على الروبوت الاحمر. ويلا بينا ننتقل للماتش دلوقتي. الروبوت الازرق فولي لودد هيحتاج يعمل كولكت، يحتاج يعمل ديبوزيت، وفعلا راح للديبوزيت اول ما بقى فولي لودد وعمل ديبوزيت وبقى 300 نقطه. دلوقتي دخل الازرق السبيشال زون. يا ترى ايه هي سبيشال زون؟ سبيشال زون هي المنطقه الازرق اللي فوق في الماب، المنطقه دي الاوبجكتس اللي جواها السكور بتاعها بيتضاعف، عشان كده كل الروبوتات بتحاول تروح وتجمع اوبجكتس اكتر من ناحيه هناك. الروبوت الاحمر دلوقتي في السبيشال زون بينما الازرق بيحاول يروح للديبوزيت. الاتنين اتخبطوا في بعض خبطه بسيطه. الرقبة احمر دلوقتي بيعمل ديبوزيت في الكوليكشن بوكس وعمل ديبوزيت، ومع ذلك عدى الروبوت الازرق معاه دلوقتي 430 نقطة وعمل سوبر اوبجكت. احنا اكيد عارفين ان السوبر اوبجكت دي اوبجكت مميزة عشان هي اعلى اوبجكت بتدي 90 نقطة. الروبوت الازرق دلوقتي شكله متجه للكوليكشن بوكس، فعلا هو متجه للكوليكشن بوكس، استخدم الماركر عشان يروح للكوليكشن بوكس ويعمل ديبوزيت، وعمل ديبوزيت بنجاح وبقى معايا 460 نقطة وقرب السكور بتاع الروبوتين من بعض. الاتنين دخلوا سبيشال زون دلوقتي، أكيد الأزرق هيحاول يقرب السكور، السكور متقارب فعلا في الفاينل وده هيخلي الفاينل حاجة خطيرة. الروبوت الأحمر دلوقتي متجه ناحية الكوليكشن بوكس وفعلا بيعمل ديبوزيت، والروبوت الاحمر ينجح في الديبوزيت وبقى معاه 570 ويسبق الازرق بعد ما الازرق كان سابه. دلوقتي الاحمر يدخل السبيشال زون والازرق باين عليه متجه للكوليكشن بوكس، فعلا الازرق متجه للكوليكشن بوكس، استخدم الماركر انه يروح للكوليكشن بوكس وبيعمل ديبوزيت. دلوقتي باين ان الاحمر في سبيشال زون بيعمل كولكت للاوبجكتس. دلوقتي خلص الديبوزيتنج الروبوت الازرق وبمعاه 670 نقطه، وبينما الروبوت الاحمر معاه 680، فرق 10 بوينت بس، اوبجكت واحد يعني. ودلوقتي الروبوت الازرق جمع اوبجكت واحد فعلا وعدى الروبوت الاحمر، ولكن الروبوت الاحمر اخد اوبجكت وعدى الروبوت الازرق، فعلا النتيجه متقاربه جدا. والروبوت الازرق شكله هياخد سوبر اوبجكت، سوبر لا ما اخدهاش، وقف عليها وكان هيجمعها بس ما اخدهاش. نتيجة دلوقتي اي سي اي 3020 الروبوت الازرق 690 العالية، و 7000 اي سي اي 3018 اللي هو احمد. دلوقتي الروبوت الازرق 710 والروبوت الاحمر 700، الاتنين متجهين للكوليكشن بوكس. الاحمر بدأ يعمل ديبوزيتنج الاول ونجح في الديبوزيت وبقى معاه 830 وسبق الازرق، والازرق دلوقتي كمان داخل على الكوليكشن بوكس. يا ترى هل الديبوزيت ده هيعمل فرق وهيرجعه للمباراه؟ فعلا عمل فرق وقرب جدا للروبوت الاحمر، فرق بس 10 درجات. دلوقتي بقي تعادل، يا لهوي يا لهوي، اخر دقيقتين باين عليها جامده جدا، تعادل ما بين الروبوتين. الروبوت الاحمر دلوقتي بيجمع اوبجكت والروبوت الازرق نفس الكلام، يا ترى مين هيقدر ياخد السوبر اوبجكت ويعلي المباراة؟ الروبوتين متجهين لسبيشال زون ودخلوا سبيشال زون دلوقتي. نتيجة لحد دلوقتي الروبوت الازرق 860 والروبوت الاحمر 895. الروبوت الازرق زود على نفسه 20 نقطة. دلوقتي بقي تعادل على اخر دقيقة 20 ثانية، بقي تعادل والروبوت الازرق متجه للكوليكشن بوكس
والروبوت الأحمر عمل ديبوزيت وزود لنفسه 65 نقطة، بقى 960. والروبوت الأزرق عمل كومباك وعمل ديبوزيت وبقى 970 وعدى الروبوت الأحمر. والروبوت الأحمر عمل جمع سوبر أوبجكت وعدى الروبوت الأزرق، السوبر أوبجكت زودت عليه 90 نقطة وبقى مع 1500، 1050، بقى مع دلوقتي 1070. والروبوت الأحمر دخل السبيشال زون، الفرق قليل جدا، ممكن الكومباك يحصل. الروبوت الأحمر رايح ناحية الكوليكشن بوكس. الروبوت الأحمر دلوقتي بيعمل ديبوزيت، هل هينفع، هل هينجح الديبوزيت؟ ونجح الديبوزيت وزود عليه 130 نقطة. وكمان الروبوت الأزرق جمع السوبر أوبجكت، هل هيقدر يعمل ديبوزيت قبل ما الماتش يخلص ويعمل كومباك؟ هو رايح ناحية الكوليكشن بوكس دلوقتي، الاتنين رايحين ناحية الكوليكشن بوكس والفرق قليل جدا، الاتنين بيعملوا ديبوزيت على آخر 10 ثواني. مين هيكسب؟ مين هيكسب؟ والروبوت الأزرق هو اللي ينجح. قول مبروك للاي سي اي 3020 اللي هي عالية. هارد لوك لأحمد.